ما ابغى العب ما ابغى العب ماين ما ابغى العب فورتنايت لحقني حتى انا ورا. السلام عليكم احمد او شونج اكس بونج. مقطع جديد معانا. مين اليوم معانا؟ نونو ومعانا لا 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 معانا سوسو ومعانا خوخو. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواكم. الزبدة اليوم عندنا تحدي غريب وفريد من نوعه طلع كذا من المخ فجأة. وش السالفة تتوقعون انتم اليوم عندنا؟ هذا تشوفون هذا الشيء تشوفون هذا هذا فاضي ترى هذا فاضي. ايش بنسوي؟ عندنا هذا الجركل والله هذا الجركل مليان موي. طيب هذا الجركل مليان موي راح نعبي بالاكواب مويه وباشرب انا وناصر بيشرب موي. حلو الى الان؟ حلو فاهمين؟ طيب اذا هذا شرب موي وانا شربت موي ايش بيصير؟ تتوقعوا انت توقعاتكم ايش؟ بخليها بفمي وبيخليها بفمه. سعد وخشب بيسالونا اسئله اجابتها اوكي انا بطلع بوجه ناصر ما ادري كيفكم اذا في شيء ما ادري بس هذا اللي احنا ترى والله ما نعرف ولا السؤال والله كلهم جمعونا. جيبوا كل واحد فضايح حطوها بتطلع الان بنطلع بوجه بعض وكل ما مسكين مويه اللي بيضحك وبيطلع المويه خسران واللي بيكب المويه على الثاني مخصوم منه نقطتان. نقطتان هذه خصم امحاء امحاء كلي. لا لا. هذا حق يعني اذا مره الله يقطع ام القهر يعني بأضحك وبأنزل ردة فعل بتصير بطيئة. ممكن ايش بيصير ناصر؟ والله بنتروش اليوم اقسم بالله تفل علي اني بالكاسة والله اجيب شامبو مع وجهك كذا مع شوية بالكاسة احنا ما نوصل الاطفال ان شاء الله الامور طيبة. زبدة يا اخوان عشان ما نطول عليكم ما تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس وترى قنوات شاب كلها تحت والله يسعدكم ونبدا الان. بسم الله. مشكلة هذول تجهز وخلاص يا زين. طيب عب عب زين بس راسه ابغى ابغى زيي. شوف الخدود شوف الخدود شوف كيف الخدود كيف الخدود تجنن يا جنن. طيب لا باقي باقي ما عطت سؤال. ناصر ناصر قاعد تشرب ليش تشرب هوركلي؟ شوفها مليانة حتى هذا شرب الورع شرب تهتوي والله. ناصر ابا خدك يطلع كده فوق شوفها جيب المنديل. طيب السؤال السؤال الاول اوكي وين سألكم طلعون فينا بس بعدها طلعون فينا بسؤال طيب ايش اي شيء الله يقطع الله يقطع الله يلعن يلا جاهزين سؤال لأحمد اوكي سؤال لك يا احمد سؤال ذا خفيف بسيط جميل لطيف يقول لك هل راضي عن الخلفيه حقت مقاطك النخله ذي اللي كانت وراك مره ما كنت راضي عنها مره انت طيب راضي عنها ولا لا نظر فيه طيب مره طيب لا اول سؤال ما هو راضي وامور تمام خلينا نبدا الحين يا شباب ندخل شوي يلا. طيب يا ابو محمد ابو شاي ما بدينا تونا بفتح يا علي غلط الامر بعض والله غلط هذا اللي بيضحك بيجينا بيضحك بيجينا بيضحك والله يقطع ام القهر ناصر معلم عليك ابن شرب اليوم كثير اليوم ناصر يلا واحد اثنين ثلاثة خلك رجع يلا يا ابو محمد الرجال هذا قد طقع قدامك ابو محمد قد طقع الرجال قدامك ما ابغى العب ما ابغى العب ماين ما ابغى العب فورتنايت لحقني حتى انا ليش تقولي قول لا طيب يلعن امك كملها عشان بعض الحين الله يلعن ام الغبنة شوف شعري اليوم في اطفال يا الله ابغى تروش ابشر الحين اروش جيب هذا
سؤال لك يا احمد، وش راح تسوي اذا الحين ناصر تكف؟ ايوه الان خلاص الامور طيبه، الامور طيبه خلاص، لا تتكلموا لا تتكلموا خلاص يا احمد. انت هذا قوي هذه الحين يا احمد، ابغاك تتخيل ابو مخك شغال، تخيل ناصر عسكري تمام، باقي ما خلصت، باقي تخيل ناصر عسكري تمام، ويضحك طاطات، واقف على جنب ام الصبيان، واقف وانت فرملت في وجهه، وانت الحرام فجاه صدمك، انت فرملت في وجه احمد ناصر عشان يبغى يصدمك، صدمك وفتح الطاقه يوم صدمك ناصر، وقال لك كذا من بعيد امصوا بين سلك الدبيج. سؤال لك يا ناصر، هذه اشاعات يقولون هل هي صدق ولا لا؟ يقولون انك انت مره مت من بوت، مت ولا لا؟ مت كيف؟ مات من بوت مرتين يا احمد، ابغاك تخيل الرجال طالع في وجهه زين اوكي، وتخيل هذا الولد تمام، تخيل اوكي مركب رموش وحاط حمرة تمام، ومركب شعر تمام، ايش رايك فيك كيف يقول قاط؟ لا والله ما في قاط، ما حسبنا شيء من البدايه، كل شيء محسب، كل شيء محسب، معلمكم محسب في النهايه من الخساره، يعني مغبنا مليان حاط حاط، قول له الا مليان، قول له مره ثانيه، اي مو مليان وايد على ام القاط، ما في شيء طيب، ما في سؤال أربعة سجل لي. والله ما تحسب ناصر بدك تخيل وجه الحلو ذا، ان اول شيء ما عنده شنب ومحجب ما شاء الله، لا تقرونه ولا ولا الشنب خلاص يلا يلا طيب ناصر ولا احمد تبغون والله هذه نقطه لك انت مالك لا عطى بيعطي كل حاجة ممتاز والله يعطي كل حاجة وافي وايز والله انه وافي وانت عطني حاجة يا دجاجة ابغاك تختاره من يبغى هو يسأل ناصر طالع فين تخيل الحين جاك واحد حلو جاك واحد وصلت قدامك 500 زي هذه قال كذا خذ وتفل عليه تفل عليه تفل عليه
سألتكم وخيرتكم. طيب يا احمد لو جاك واحد اعطاك 500 قلت بلا مصر 500 كذا على طول موجود على طول على طول على طول تعطيه نزل هذه نزل ونص نزل حط توش تخصم منه هو اول لا هو عشان يتكلم عشان ما دخل ما سمع لك الحكم كلكم ما يقولون له طلع لك ولا لا الله يعلم ام القهر اقسم بالله خلاص ما فايز الحين الله يعلم ام القهر مش كذا رب التحالف ذا قول لك مرضاني اشوف اتاكل قول مرضاني نقطة لك يا اخي هذا اللي ضحكني قول لك اشوف اتاكد قبل ما يشرب ناصر شو اتاكد والله ما جاء شفته يا ناصر هذه عندنا اليوم تحدي اللي يخسر يخسر اطول واحد يسوي هو الفائز لين ما تجبر اطول واحد هو الفائز يلا بس اصبر بعد واحد يلا بعد شرط قدام وطلعوا في بعض مو فوق يلا تبغون ولا خل كلكم خصم 3 نقاط يلا مش كلها سوا بتصير يلا 3 جو انا كده والله يا اسطوره اقسم بالله شفت الموت جاي من فوق كذا ارسل علي موجات تفاي بغيت اموت والله بغيت اموت ليش تسمع هذا صار قلتش في الغر واحده نزلت للاوعيه حقت الرئه واحد الرئه راح احذفت على الرئه غلطانه ايوه قلت هدي راحت قطعت لي شعر تخيل صورها البنكرياس صورها السوالف يلعب كليت يموت الكليت والله يحبه تمام انت ركز هذه لك بس ان انا اكلمك هو قاعد يلحق الرجال اعطوه 90 يا كيف طلعت دي اسمع الرجال خلاك منشد خلاص هيك 10 دمجت 190 الرجال هذا انت دمجت واحد 190 يوم دمجت 190 ايش تقول لا تقول له كذا اما الصليفينتين عيني وربك هذا قاعد ينزل شوي ينزل بس تحسب لي صح لا ضحكتك انا بالمخ والله يعني والله 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 يستاهل النقطه يا لا ما يستاهل والله يا اخي حبسها صح ما يدخ طيب يا اخوان اتوقع الحين يعني الوضعيه اللي تحت ما تسمح لنا نكمل هذول يقولون انه هو فاز انا والله ما اذكر بدون اي جدال والله العظيم وما حلفتوني بدون اي جدال انه اللي واضح قدامي انا الفايز لا تقول واضح وانت ما تكون تسلك لو برجع للفار وبلقى انا اللي فايز باخذ 500 اللي نزلت مقطع قبل اسبوع خلاص احمد ناصر اللي فاز وانت جي القم اذا هي كذا كان انا بسلم عليك مبروك يا ابو لكن والله اني اذكر ضحكت اكثر منك لا والله ما ضحكت اكثر منك ترى برجعت قلت تعال هم يرجعون الكومنتات بالكومنت تكفون عدوها واحده بالله عليكم كل كف غره طيب لحظه الحين قدامهم ان كان ناصر هو خسران وانا فايز ورجعنا للفار وشفناها بسبح بالجركل هذا كامل تعقب علي شبت الضو هناك برا الكام اني احرق Oh.
زبدة ان شاء الله. الله يعطيكم العافية، تحدي خفيف لطيف عفوي جدا، ما في اي تجهيز مننا. الشباب جابوا اسئلة قالوا بنسألكم وتحطوا مولا، هذا كله جاء من راسنا. عندكم افكار اكتبوا لنا تحت، نبغى شيء ممثل، ما نبغى يعني تحدي نضرب بعض وكذا بس، تحدي نبغى في ذكرى اوكي نحط لها عقاب، لكن نبي شيء يكون فيه فله بعد. الله يعطيكم العافيه، اللايك يخليني اتحمس انزل اكثر. قنوات الشباب كلها تحت بيصروا معاهم. دقيقه اس دبليو واي الزباله الزباله. لا 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 اس 6 بي فلوس اس دبليو واي اس 6 بي سي 7 انت ايش عندك اليوم؟ عندنا اس او اكس دبليو واي شباب خلاص عندنا اس 7 كمان ويعطيكم العافيه. لا لا فورتنا هذا مقطع ما دخل فورتنا، بس حطوا 6 بي يعطيكم العافيه. دبليو واي دبليو واي.